Gel gel. Aynen. Ne yani? Sen ne diyorsun? Ben seni anlamıyorum. Sen Türk müsün? Evet, ben Türk'üm. Ehliyen abi. Gidi lan, gidi. Hey lan. Lan. Gidi. Hadi. Ya hoş geldin, Siyara basma yiyeceği her şeyi serbut gayri. Ya hoş geldin. Gette rızkı. Ya Muhammed ya gel şunu. Güzel. Hani tüm önce Türkiye, tüm nasıl gidiyor? Gitti valla cevap. Şunun bir daha kızım ne çeşitliyara? Telefon var? Evet. Telefonu çalın. Tini bas hiç aguto. Valla telefon tayyib hadi ve kamertin ve basma hamar. Ferben telefon yok. مسار يوخ قواع يوخ وسيارة يوخ بسكليت يوخ جرابات يوخ أريده بدي أخذه تمام senin olsun ama içinde fotoğrafları var kartım var onu alayım sana vereyim neden vermeyeyim والله ما فهمت عليك بس أحسك تريد تنطيني إياه منين جيتي أنت والقربان الصين وقربان تركيا ساقول أبي ساقول يعني أخذه هذا اللي فهمته منك إنه أخذه Valla bir şey anlamadım da ama tamam. Tamam mı tamam anlamadım mı anlamadım bu dağda telefon. Arif Tişnol. Başka Masari. Masari zaten yok. Bes la adı sigara. Havaştı sigara. Ve zarabat ha zarba ile imel umur tamam. Seni seviyorum. I love you. Habbik. Dikhil asayın. قوم قوم على السيارة قال يا ولي قال هدي لان سس لان انت تستاهلين سكارة قذر لا انا ياشب وحدة خير لانه انا فجري ما عندي عيدة عايش عتنك اشفطي انتين شفطة دوري شايف القواعي هذه القواعي هاي كلها بس جار علي الزمن وأجرتها ونصبم علي بس أنا ملاك وعندي عرفتي عندي قواعي يعني لا تفكريني طمعان بيك بس والله ناخذ السيارة أشفطي قربان الصين وقربان المكسيك وقربان الخضرة هاتي يدك أشفطي أيوة هي قربان سنون شنظاف امشي تقول لك امشي لو بدي اخذ منها هالسيارة اروح افحط لي بيها شوي بجرية قدام هالاجيال كل نهار يقهروني ابي افندم انختر اروح اجيب كولا تمام وبسكويت واجي انت تقعدين هنا على الحجرات اما جيت كم كازوس اجيب كازوس تمام الندم ادم دقة بوش دقة وارجع تمام اقعدي هنا واجهني هديك شرزو هدي لك شمرار ما يولي اوف جمور جايكم والله لا شبعكم توحيد ظلي اما نظم يظلي غادي عد هل صخور قاري قلت لك البرد والله ما عاد ارجع والبنات يقنن هدي لان قال بيش دقه قال سلام Bu adam nereye gitti ya? Arabamı da götürdü salak mı ne? Telefonumu da aldı.
Ya Allah'ım, uf, yardım ver bana. Ne yapacağım şimdi? Üf. وما لكم بالطويلة خذيت السيارة منها وراحت عقطتها بهالجرية وفحطت وقهرت الولد قهر مو طبيعي وقتلي شي بعتها بأقل الأسعار بتراب المصاري وهي اشتلها البرد وقصة حزينة ويا ربي دخيلك. المهم انتهى عندنا هذا الفيديو وشكرا للمتابعة وكل من يتابعنا يشترك بالقناة فعل الجرس. انت جادعك علي فعل الجرس واشترك وحط لايك واكتب لي تعليق حلو، أهم شيء التعليق الحلو، وانطرونا بالفيديوهات الجديدة، واتمنى من المتابعين يكتبوا لي شنو المواضيع اللي يحبون نحكي عنها، أو شنو الفيديوهات اللي لازم تتقدم من هاي القناة، وأشكركم على المتابعة، وخلص أني درتها حبايب من وين رايح، اليوم مع الصين باشر مع الهند، باشر مع الهند اللي بعده مع سويسرا، خلص عربيات يوخ. ما تتوفي معي ابدا ماشي. فاتمنى منكم التعليق الحلو واللايك والسبسكرايب والاشتراك وارسال المقطع الى اصدقائك الطنيريه. ديروا بالكم علي. ها الله مليت بسوي لي مسلسل طيب رومانسي احضان وتبويس موسيقى هيجذ ونركض بالحديقة على البطيء ضروري يعني ضروري. فتحياتي لكم وشكرا للمتابعة وعلى رأسي لايك. ها الله لا يسامحك ليجعل اصبعك بالكسر اذا ما تحط لايك ولي حط لي هذا هيجذ الله لا يردو بدي الكل يحط لايك نادي سلايك يوخ سيلا. سلامات ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد وانتظرونا انتظرونا. حط لايك الله لا يسامحك اذا ما حطيت لايك الله لا يوفقك حط لايك. ما شفتك حطيت لايك حط لايك. ما سمعت صوت طنة لايك ولك وشكرا. مين واجيب لكم الحبايب زاد تسلم عليكم ايه وتسوي لكم بوسات قال 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 ولاش قال. سلمي عليهم سلمي على المتابعين باي باي عرقة عرقة لايك 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 قولي لهم لايك قول اي لاف يو. المهم انطرونا ويلا حيهم فدق الدبوة لبستها فروة والله لك الرفع الصوان قول اي قول اي قول اي قول اي